اللي معانا عشان يعني عايزين يستفسروا عن حاجات. وعلى فكره القصه اللي حضرتك هتبحثيها النهارده في كلامنا هي تايهه عن ناس كتير جدا. طبعا يعني تايهه عن ناس كتير جدا، عمرنا ما فكرنا ان فكره السمنه ليها علاقه بالمخ والاعصاب. بالظبط. فحضرتك بقى كلمينا في البدايه يعني ازاي علاقتها ايه بيها، يعني عرفينا كده بطريقه بسيطه عشان اصدقائنا. حلو قوي. هو اول حاجه السمنه طبعا معروف ان احنا بيحصل خلل، بدل ما انا البروتين بتاعي في الجسم او الماسلز او العضلات نسبتها للدهون، نسبتها طبعا يعني للعظم، للكلام ده كلها بيحصل خلل. ايه اللي بيزيد؟ اللي بيزيد الدهون. تمام. فاذا احنا واحنا بنتكلم عن السمنه لازم نبقى عارفين كويس قوي ان هي زياده وزن وكمان زياده دهون. دهون. تمام. لازم نركز على دي. لان ممكن واحد يبقى زياده عضلات مثلا لكن وزنه كويس. أيوة. ده مش هعتبره سمنه. تمام. فاذا انا بركز على حاجتين، الوزن التوتال وبركز على الايه الجزئيه بتاعه الدهون. كويس. وده بيتعرف دلوقتي من خلال اجهزه يا دكتور، كل ده متاح طبعا. جهاز اسمه ان بادي، والان بادي ده موجود في كل حته، في الصيدليات وموجود في كل كويس. الاماكن دلوقتي كويس. نقدر ان احنا نعرفه ونعرف اذا كان عندي خلل في توزيعه البروتين اللي هي المصل العضلات والدهون والكلام ده كله. هي. لغايه العظم بيديني برضو نسبه العظم قد ايه وكتله العظم والكلام ده كله. هي. فدي اول حاجه. تمام. تاني حاجه وجدوا في الابحاث كلها ان في علاقه عكسيه بين السمنة. يعني كل ما زاد الوزن بتاعي والدهون في جسمي وكتلة المخ نفسه. إزاي؟ في حاجة اسمها المادة الرمادية. المادة الرمادية دي اللي هي فيها كل خلايا المخ اللي هي مسؤولة عن كل الوظائف الحيوية. التركيز، الانتباه، الذاكرة، الوظائف الحيوية بتاعت المخ كلها. كويس. فتخيلي دي الخلية نفسها بتاعت المخ. بيحصل فيها إيه؟ بتبتدي تموت بدري. ويحصل ضمور في المخ. فيبتدي كتلة المخ نفسه تقل. يبقى أنا معنى كده ده أنا كده في مشكلة. طبعا. يعني أنا أزيد سمنة يقل المخ عندي، فطبعا دي مشكلة قاتلة. يبقى بيحصل إيه؟ بيحصل خرف. ممكن يبتدي خرف، ممكن يبتدي حاجة زي الألزهايمر. تلاقي الشباب مثلا لو هو زيادة في الوزن تبص تلاقي تركيزه مش كويس. دايما مش مركز، بيجيب درجات وحشة. بينسى طبعا بسرعة حاجات كده. فعلا بنسمع كده. بالظبط بالظبط. تاني حاجه عندنا مش بس حكايه الخرف او حكايه المخ ان هو تقل الماده الرماديه، لا ده ممكن تحصل مشاكل مناعيه. ليه؟ لان السمنه مرتبطه والدهون عموما مرتبطه بخلل المناعه. سبحان الله. هي حاجه مش لازماكي، فحاجة زيادة في جسمك عني. زيادة. صحيح. فتبتدي تحصل سموم. تبتدي تحصل مشاكل جامدة جدا في الجسم. نتيجة ان البيئة نفسها بتاعت الخلايا بقت مش كويسة. تمام. طب ايه المرض الشهير قوي كمخ واعصاب اللي انا احب اتكلم عنه واللي انا كمان متخصصة فيه بزيادة؟ اللي هو التصلب المتعدد. ده مرض برضو بيصيب الشباب، فعشان كده بنبه عليه دايما، لان احنا الشباب دول هم دول الحاجة اللي احنا يعني متمس. المستقبل طبعا. هم دول احنا في قناة رياضية كمان. أكيد. فبنتكلم دايما على الشباب، على الرياضيين، دول يهمونا جدا. طيب فاحنا بنتكلم في ايه بقى؟ مرض بيجي من 20 ل 35 سنة، بيجي اكتر في السيدات، في البنات. عن الولاد بنسبه 2.5 لواحد، يعني 2.5 او 3 الى 1 من يعني الرجال. من الرجال. فهمت. فالبنات هم اللي متصابين في اكتر، يعني دي من الامراض اللي قليل على فكره الرجاله سبحان الله هيبقوا فرحانين فينا تقريبا. عشان دايما بنقول ايه جلطات المخ الرجاله اكتر، مش عارف ايه الرجاله اكتر. لا احنا هنا الام اس او التصلب المتعدد الستات اكتر. فطبعا ايه اللي بيحصل بقى؟ الخلل المناعي مش بيضرب لي بقى الماده البيضاء الماده الرماديه اكتر، لا بيضرب الماده البيضاء اكتر. اوكي. ايه الماده البيضاء؟ اللي هي الاسلاك بتاعت الخلايا. انا دلوقتي الخليه ليها راس كده اللي هي الماده الرماديه اللي بتبقى موجوده فيها، وبعد كده السلك ده اللي هو اللي بيوصل التوصيلات والتشعيبات بتاعت المخ. هايل. السلك ده بيبقى عليه ماده اسمها مايلين، بتبقى لفه حوالين السلك اللي هو العصب، يعني العصب بتاع الخليه بتاعت المخ. يبتدي يفتتها نتيجه الاجسام المناعيه اللي الجسم بيكونها ضد نفسه. يعني شوفي احد عوامل الام اس، طبعا ده احد العوامل، هو عوامل كتيره مش بس السمنه، لكن اللي عنده استعداد وراثي وعنده سمنه ممكن جدا يجيله ام اس. فننتبه، وخصوصا انه بيجي في الشباب.
ايوه دي نقطة مهمة الصغير. جدا والحمد لله الدولة دلوقتي عاملة علاج على نفقة الدولة وكده، البلد يمكن الوحيدة اللي فيها القصة دي، يعني تسافري بره مؤتمرات في اوروبا ما عندهمش قصة ان حاجة اسمها نفقة الدولة تشيل علاج مريض كده من بابه عشان الأدوية غالية. دي حاجة كويسة قوي، فدي حاجة تحسب والله لدولتنا العظيمة طبعًا. أكيد. وفي برنامج مهارات عظيمة كمان. تسلم يا دكتور، ربنا يخليك. فلازم نذكر كل الإيجابيات الحلوة اللي إحنا بنشوفها واللي الناس مش عارفاها، إحنا بنهايلايت عليها، بنعمل عليها. طب يا دكتور دلوقتي.